بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم في قناة روائع وإبداع ذهبك. معانا يا جماعة زي ما احنا شايفين الكنكة ديك أو الكاتل الصغير اللي عامل اللي هو للقهوة. نيجي نجربه كده زي ما احنا شايفين، طبعا كده ما ينورش أهو عشان اللمبة ما بتنورش عشان سيريال، لكن لمبة السيريال ال 200 نورت، معناه إن هو الهيتر بتاعه سليم والسلك سليم والمفتاح سليم، بس ده في عيب ان هو ما بيفصلش. طبعا السبب للي ما بيفصلش السبب هو يا جماعه هوريه لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ده بيتفتح بطريقه، ده كبس، نجيب حاجه تبقى رفيعه شويه اهو، السكينه بتاعتنا دي اهو كده يا جماعه، هي الوحيده اللي هتدخل اهو كده، وبعد كده يروح ايه فاتحين كده حته حته اهو كده يا جماعه، بتروح طالعه معانا زي ما احنا شايفين كده يا جماعه. ده المفتاح، مفتاح الاون والاوف، وده الهيتر اللي هو عامل زي الحلوه دي، طبعا شغال. طبعا يا جماعة عشان نختبر الحاجات دي بالمرة عشان نعلم الناس، طبعا دي سيريال، سلك السيريال اهو فيشة بسلك، هنحطه في السيريال 200 اهو يا جماعة. حطيت له طبعا اهي، انا حطيت لها زي ما احنا شايفين فيشة اللي هي شغالة مع السيريال دي، اما بنلمسهم في بعض اللندا بتنور اهو. بصوا يا جماعة زي ما انتم شايفين كده اهو، كده معناها ان الجهاز شغال وبيسحب كهرباء. طبعا عشان نختبر الهيتر ده اهو يا جماعه، هنحط السلكتين دي واحده واحده كده واحده كده. بسم الله اهو كده يا جماعه، اللمبه منوره زي ما احنا شايفين اهو، او منوره اهي، بصوا اهي كده. طيب كده الهيتر شغال. طيب دي يا جماعه ثيرموستات او ثيرمو ديسك، برضو نختبرها عن طريق برضو كده، المفروض واحنا بنوصل لها طرفين بتوع السيريال تنور السيريال. بصوا يا جماعه السيريال هي نورت يا جماعه اهو كده، معناها انها سليمه، السلك سليم بدليل ان السيريال شغلت. يبقى العيب فين يا جماعه؟ العيب هنا هو يا جماعه في الايه، في الثيرمو ديسك ده او الترموستات الحراريه اللي هي اما الميه تسخن عند 100 درجه حراريه بتروح فاصله في ريشتين جوه كده يا جماعه ملمسين على طول، تيجي ترتفع عند درجه 100 يروحوا فاصلين على بعض، فتفصل الكهرباء عن الهيتر ده، فطبعا يبطل تسخين. طب احنا هنعمل ايه؟ ولا حاجه، هنعمل كده يا جماعه ونفك ايه الصاموله اللي ماسكه الثيرمو ديسك ده، الودان بتاعته دي اهي كده، ونوصل الثيرمو ديسك الجديد مكان القديم. نشيلها كده بقى، عندنا الديسك اهو اهو، هنشوفها قد ايه دي يا جماعه اهو، دي 125 درجه الحراره بتاعتها 10 امبير، 250 فولت، 125 سي درجة الحرارة، 10 أمبير، 250 فولت. نخلعها كده يا جماعة ونجيب الإيه اللي إحنا جبناها ديك أهي أهي يا جماعة التانية أهي، ونجيبها كده ونركبها مطرح القديمة أهو اهو يا جماعه كده، وركب بقى وركبها بالمسامير بتاعتها. طبعا طرفين القدام بتوع الثرموستات القديمه اهي، نخلعهم ونركبهم مطرح التانيين. طبعا الثرموستات جايه عدله، هنضطر ايه نرفعهم لفوق كده اهي يا جماعه اهي، ادي واحدة هنا. طبعا هنضطر
للأسف هنغير، لنقص الودان دي شوية، لنغير الايه الترامل دي، عشان الترامل دي صغيرة، الأطراف بتاعتها صغيرة. يا جماعة أقوم أنا بالعملية دي وارجع لكم تاني. نحاول كده يا جماعة بقى بالمقص، المقص ده، وحاول أكل حتة من الودان دي عشان أعرف إيه أركب الجديدة. أهو كده يا جماعة، أهو شوف كده تركب ولا لأ. أدي واحدة إيه ركبت، والتانية نجرب بقى، واحدة نجرب وناكل حتة كده صغيرة. معلش يا جماعة، عدم توفر قطع الغيار بنضطر نعمل حاجات كده ايه من عندنا. اهو خلاص كده يا جماعة، ونجيب التانية ونركبها اهي. اهو خلاص يا جماعة، نركب كده ونشوف ايه الحكاية، ونحط بقى المية ونشوف ايه اللي هيحصل. حطينا المية تانية يا جماعة، وهنا نلاحظ حاجة، بسم الله اهو نلاحظ هنا اللندة نورت كده، معناها ان المفتاح اشتغل. يبدو ان اللندة هي اللي كانت بايظة في المفتاح القديم، هنحطه كده بقى في الكهرباء ونشوف ايه الحكاية. بسم الله اهو يا جماعة، نور اهو، اهو يا جماعة نور. طب لو عملنا كده كده اتطفى، كده شغلناه، ونشوف بقى هيفصل ولا مش هتفصل. خلاص يا جماعة الحمد لله فصل، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.